برحب بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز والتي نخصصها على مدار ساعة من الآن ونقاش حول المبادرات الرئاسية الصحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية ضمن جهود الدولة للاهتمام بالقطاع الصحي وصحة الإنسان وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات غير مسبوقة. عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا اللي هو محدودية القدرات. يعني أنا عندي مشكلة في النظام الصحي وما استهدف الفيروس سي بس، لسه النظام ما بيش قادر على أن يستوعب ويدي كفاءة أداء جيد جدا في الخدمة الطبية أو ما استهدف قائد من الانتظار. المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها عشان تخفف من آلام ومعاناة الناس وايضا عشان تخفف على النظام الصحي في مصر لغاية لما يبقى قادر. من حق الشعب المصري ان يفخر بتضحيات ابنائه الاوفياء من الاطقم الطبية والقائمين على المنظومة الصحية بالدولة. خلال السنوات الماضية تم إطلاق ما يقرب من 14 مبادرة صحية رئاسية زي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ومبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وغيرها من المبادرات اللي حققت نجاح كبير بالوصول لعدد كبير من المواطنين بمختلف القرى والمحافظات. خليني أقول لحضراتكم أن وفقا للإحصاءات اللي معانا الأخيرة بشأن هذه المبادرات، قدمت حملة مثلا 100 يوم صحة خدمات المبادرات الرئاسية ل 71,252 خدمة في كل المحافظات. ويمكن من أهم كمان المبادرات الصحية الرئاسية كانت مبادرة القضاء على فيروس سي، الكشف عن الأمراض غير السارية واللي حققت فيها الدولة نجاح شهد بها العالم بالقضاء على فيروس سي. ويمكن كمان الإحصاءات كانت بتشير إلى أن هناك حوالي 23% من المصريين كانوا مصابين بفيروس سي في أوائل التسعينات، ولكن بعد هذه المبادرة الرئاسية قدرنا أن احنا نحقق هذا الحلم، حلم القضاء على فيروس سي. يعني علشان نتكلم أكتر عن أهمية هذه المبادرة وإزاي كمان قدرت أن هي تفرق في حياة وفي صحة المواطنين وعيهم الصحي، ضيفي عبر الهاتف دكتور محمد مناسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. يعني أهمية هذه المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للحفاظ على صحة الإنسان، صحة المرأة، صحة الأطفال، شايف هذه الجهود إزاي؟ مصر كانت بتعاني من مشاكل صحية عبر عقود من الزمن طويلة، ما كانش فيه بيت يخلو من فيروسي، ما كانش فيه بيت يخلو من القيء الدموي ولا التليف الكبدي، ما كانش عندنا ارتفاع ضغط الوريد البابي، كان عندنا مشاكل كبيرة متراكمة على مر التاريخ والعقود السابقة. جاءت هذه المبادرات موجهة بشكل محدد للقضاء على مشاكل بعينها اللي كان أهمها فيروس سي، ويكفي القيادة السياسية إنجازا القضاء على فيروس سي بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية وهذه الإشادة كإنجاز حقيقي للمشاكل الصحية المتراكمة على مر التاريخ، لأنها كانت أكبر مشكلة، ما فيش بيت في مصر كان يخلو من هذا الأمر. تم القضاء على فيروس سي بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية وإشادة عالمية في كافة القطاعات، وكان من أهم الإشادات الحديثة مجلة فوربس أشادت بالأداء المصري ونددت بالأداء الأمريكي في هذا الأمر، وقالت إن لابد أن نحتذي بالأداء المصري، إن الدول العظمى تحتذي بهذا الأداء وتأخذ هذا الحزم في الإجراءات الصارمة اللي كانت في دقة وكان في رؤية وكان في منظومة غير مسبوقة الحقيقة.
ده احنا لو جينا نتكلم فقط على الـ هذه المبادرة الخاصة بفيروس تي او الاداء اللي تم في فيروس تي. بعد كده توالت المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة واستمرار الكشف المبكر وفي واستمرار هذه المبادرة لطلبة المدارس والاعدادي، وكانت هذه المبادرة غير مسبوقة الحقيقة. وبعدين توالت المبادرات الكشف المبكر عن الاورام وبداية الوعي للسيدات، لان ده برضو كان وكانت بيصلوا الى القرى والنجوع وكافة ربوع مصر الحقيقة. 100 مليون صحة ايضا كانت بتشمل الاطفال وطلبة المدارس والرضع وكبار السن والقضاء على قوائم الانتظار، لان قوائم الانتظار كان عندنا اكثر من 1,900,000 عملية مؤجلة تم السيطرة عليهم تماما، وانتهت قوائم الانتظار. النهاردة لم يعد هناك قوائم انتظار، بقى اللجان تأخذ بضعة أيام إلى أسابيع قليلة محدودة ويتم. طبعا لما نيجي نتكلم على قوائم الانتظار، أنت قضيتي على قوائم زراعة الكلى، زراعة الكبد، الأورام، السرطان، زراعة القوقعة، كان الضمور العضلي، يعني حتى أدق التفاصيل، رعاية الأمومة. لما نيجي نشوف البنية التحتية، بقى زادت البنية التحتية في مصر للمراكز الأولية الصحية إلى أكثر من الضعف. النهاردة بقى عندنا أكثر من 5,000 مركز و5,400 مركز بيقدموا الرعاية الأولية من التطعيمات والكشف المبكر والرعايات الأسرية في كافة ربوع الجمهورية في 27 محافظة. ده شيء غير مسبوق، بزيادة تعدت 120%. مراكز الغسيل الكلوي النهاردة عندنا أكثر من 725 مركز، أعتقد 745 مركز في 27 محافظة. ده شيء مش سهل على فكرة، وكل ده مستهدف للقضاء على المشاكل المتراكمة على مر العقود بعينها، وكان يحتاج إلى عقود وعقود وليس 8 سنوات لعمل هذه المراكز. نعم. البنية التحتية المصرية اللي تمت في 8 سنوات شفنا أدائها في منظومة كورونا، في أزمة كورونا اللي كانت كاشفة لكل المشاكل في جميع دول العالم. احنا شفنا إيطاليا كان المفضلة بين كبار السن وصغار السن، كان في ناس ما بتاخدش، كان في نقص أكسجين، نقص في أجهزة التنفس الصناعي، نقص في الدواء. مصر لم يكن لدينا مثل هذا الأمر، كان عندنا دواء ريمديسيفير، احنا كنا من أوائل الدول اللي وفرنا دواء ريمديسيفير الخاص بكورونا اللي تعطاه الرئيس الأمريكي حينما أصيب دونالد ترامب. احنا كنا من أول الدول اللي وفرنا الأجسام المناعية الموجهة، وقمنا بتوفير الدواء وتصنيع الدواء المولنوبيرافير، الدواء الوحيد هو الباكسلفيد للفيروس كورونا، وقمنا بالتطعيمات، وقمنا مدينة الدواء العلمية فكثير عندنا تستطيع إنتاج أكثر من مليار جرعة تغطي أفريقيا وتغطي احتياجات الوطن العربي، وتستطيع أن تغطي أماكن كثيرة من العالم بمعايير عالمية. فكل هذه المنظومة الصحية اللي احنا قلناها ده مجرد يعني رؤوس عناوين، التفاصيل تحت هذه الرؤوس قوية وعميقة، وراها مجهود كبير، وراها تصميم، وراها رؤية وإنجاز، ومنظومة غير سهلة. يعني إدارة الأزمة كورونا في مصر أشادت بها منظمة الصحة العالمية، القضاء على فيروس تي بالمعايير العالمية إشادة عالمية، إشادة صحف عالمية، يعني مش إشادة داخلية مننا، لا، ده يعني ده بيقولك إن إحنا قمنا بحلول سريعة لأزمات متراكمة إلى حين إتمام منظومة التأمين الصحي. في حال إتمام منظومة التأمين الصحي بالثلاث هيئات، هيئة التمويل وهيئة الرقابة للجهار والبنية التحتية، وإحنا شفنا في المراحل الأولى رضاء المواطنين عن الأداء، وخلاص ما بقوش يطلعوا برا هذه المنظومة، بقوش يلجأوا إلى القاهرة كمركزية علاج. الحقيقة الأداء المصري في هذا الأمر الحقيقة يثير الفخر، جعلك فخورة إنك مصرية. صحيح يا دكتور، يعني حقيقة حضرتك شملت حاجات كتيرة جدا، وتحدثت عن الكثير من الإنجازات اللي تمت في المنظومة الصحية وفي البنية التحتية الصحية خلال السنوات اللي فاتت. تقريبا اتكلمت عن معظم الإنجازات ومعظم المبادرات والقضاء على قوائم الانتظار وفيروس سي، بجانب بقى يمكن حاجة ذكرت نقطة مهمة هي متعلقة بالإشادات للصحف والمواقع العالمية. المسؤولين أيضا بالأخص
في وزارات الصحة حول العالم، وحضرتك أكيد يا دكتور متابع كمان، كان إيه رأيهم أو كان إيه رد الفعل حول هذه المبادرات تحديدا في فيروس سي؟ لا تحديدا كان الموضوع يستلزم يعني الفخر بهذا الأمر، لأن جميع الناس أشادوا إشادة تامة بهذا الأمر الحقيقة في كافة القطاع. أنا بسألك يا دكتور يعني بسألك هذا السؤال يا دكتور محمد، لأنه في احنا شفنا مثلا وزير الصحة الروسي أكتر من وزير قال إن هناك رغبة في التعاون مع مصر تحديدا في فيروس سي، يعني الموضوع ده مسمع بشكل كبير جدا عالميا. مصر كانت من أعلى الدول ارتفاعا في الإصابة فيروس سي، والآن هي أصبحت أعلى الدول في القضاء على فيروس سي. مش فقط الـ يعني الإعلام الروسي أو خلافه، لا ده الإعلام الأمريكي الغرب اللي هو يعني مهما نقول يعني متحفز دائما الحقيقة، أو نادرا يعني ما بيتكلم عن جوانب إيجابية، يعني نادرا ما بيتكلم على جوانب إيجابية. لا طبعا النهاردة المجال الصحي في مصر الحقيقة، وليس المجال الصحي، بتشوفي نهضة في كافة قطاعات الدولة الحقيقة، في كل مكان أنت بتشوفي طفرة في مصر، في كل بقاع وكل ربوع مصر الحقيقة. وانت ماشية في أي مكان في طفرة، مش فقط في المجال الصحي، في كافة القطاعات المصرية. أنت في دولة حديثة، في دولة في نهضة شاملة الحقيقة. دكتور يمكن حضرتك كمان معني ويعني لك باع طويل في تخصص حضرتك، يعني حضرتك استشاري الجهاز الهضمي والكبد، زراعه الأصل العيني بالفعل، زراعه الكبد بقى، لانه كمان انا بشوف ان في انجازات تمت في هذا المجال. مش فقط زراعه الكبد، احنا في مصر متطورين في زراعه الكبد والكلى وزراعه القوقعه وزراعه القرنيه. مصر دوله رائده عظيمه، فيها يعني بنية تحتية عظيمة، فيها تعليم طبي قوي، فيها منشآت صحية وطبية تليق بالمواطن المصري وعلى أعلى مستوى عالمي، عندنا فنيين وكوادر في كافة القطاعات المصرية. مصر دولة قوية وعميقة، ويعني تجعلك فخورة أنك تنتمي إليها في هذا الأداء الحقيقة. يعني إحنا ما أقدرش أقولك أن إحنا نحتاج يعني إلى طفرات تعليمية، لا الجامعات المصرية عظيمة، والنهاردة بدينا ندخل في الأماكن بتاعتنا البحثية ونأخذ المكان اللائق لنا على المستوى العالمي، كما كنا الحقيقة يعني كما كنا يعني في هذه العصور، كما يليق بنا كمصر الجمهورية الجديدة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد على كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه المعلومات اللي حضرتك طبعا وفرتها لنا، شكرا لك يا دكتور. من المبادرات الهامة ضمن المبادرات الصحية الرئاسية كانت المبادرات الخاصة بصحة المرأة، زي مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، أورام الثدي تحديدا في كل محافظات الجمهورية، وكانت بالمناسبة يعني احنا زي ما احنا عارفين كانت بالمجان، واللي بتستهدف كمان العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وأيضا مبادرة صحة المرأة والجنين اللي بتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، توفير العلاج، الرعاية الصحية بالمجان. هنتكلم أكتر عن هذه المبادرات وأهميتها مع دكتور عاطف الشيطاني استشاري الصحة الإنجابية والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان. برحب بك يا دكتور.
اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ خلود. اهلا بيك دكتور عاطف. يعني لو تكلمنا عن المجهود اللي تم خلال الفتره الاخيره والانجازات والمكاسب التي تحققت في المنظومه الصحيه والبنيه التحتيه الصحيه بشكل عام وتحديدا المبادرات الخاصه بالمراه بشكل خاص. ده صحيح. هو لازم نفهم ان وزاره الصحه عليها دور خطير في الوقاية قبل تقديم العلاج، قبل القطاع العلاجي ما يشتغل. الدور الوقائي أعتقد وزارة الصحة من خلال المبادرات بتكثف جهودها لاكتشاف والأمراض التي في بعض الأحيان تكون منتشرة وليس هناك وعي يعني بيها بين جموع الشعب. احنا من المهم جدا ان احنا نعرف ان المبادرات دي الكل فيها بيبقى كسبان، حتى الوزارة نفسها بتبقى كسبانة، لان الناس اللي بتبقى شغالة الدكاترة الممرضات والفنيين المنتشرين في كل ربوع مصر بيحاولوا يساعدوا الناس على الوقاية وتعزيز الصحة، لان الوقاية دي طبعا من يعني استحقاق دستوري. في المادة 18 اللي هي الخاصة بالصحة من الدستور دايما بتركز على ان للشعب المصري والفرد والمواطن المصري له الحق في التمتع بصحة جيدة، وفي المقابل هناك دور لوزارة الصحة بالأخص يعني والحكومة على مستوى العام في تعزيز هذه الصحة وتقديم الخدمات التي تقي من المرض. في الوقت الحالي وزارة الصحة بتملك أكثر من 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، والوحدة الصحية أصلاً هي وحدة للرعاية الصحية الأولية، هي وحدة معمولة اللي هي الوحدة اللي بتقدم تطعيمات الأطفال ومتابعة نمو الأطفال ورعاية الحمل والصحة الإنجابية، كلها خدمات وقائية تقدم للأصحاء. بجانب هذه الخدمات وزارة الصحة بتحاول بقدر الإمكان من خلال هذه المبادرات الخروج إلى المجتمع، لان احنا عارفين ان الناس في الامور العاديه بتتردد على الوحدات لطاقه هذه الخدمات، انما هناك كثير من الفئات وبرضه هنسمي الفئات دي فئات مهمشه، يعني في بعض الاحيان في مناطق نائيه في ناس لا تتمتع بالوعي الكافي او في ناس لا تتمتع حتى بالوعي بعين الخدمه ولا واحيانا لا تدري بالمرض. اكتشاف المرض من الحاجات المهمه جدا في الوقت الحالي وبيخفف من الاعباء الاقتصاديه على الدوله، لان المرض اكتشافه مبكرا بيخفف يعني بيتكلف قليلا اكثر من لما ابدا العلاج في مراحل متاخره. برضو لازم نعرف ان المنظومه والمبادره متكامله، يعني انا برضو ما اقدرش انسى ان وزاره الصحه في الفتره اللي فاتت كانت اعلنت على قائمه من الخدمات بتقدم للمقبلين على الزواج، وده نوع من انواع الوقايه. لا يعني في نفس الاستراتيجيه اللي بتنهجها وزاره الصحه في انها ترفع الوعي، لان الخدمات قبل الزواج احنا عارفين ان احنا حوالي 900,000 زيجه سنويه، وكانت مليون في وقت من الاوقات وبيتراوح الرقم. كل ده بيفرق معانا، لان وزاره الصحه برضه من خلال هذه الخدمات بيبقى لديها من يعني نقول زخم من المعلومات والبيانات عن صحه الناس اللي ممكن تستخدمها في التخطيط واعاده تصحيح المسار في بعض المناطق. ثانيا تحليل هذه البيانات على مستوى الجمهوريه بيقدر يحدد اين تزيد بعض الامراض، بيقدر يضع خريطه صحيه يقدر بعد كده يحط بناء عليها يعني نقول توزيع تاني للخدمات علشان اقدر البي احتياجات الجمهور بشكل مستمر. يعني حضرتك يمكن اتكلمت عن نقطه مهمه هي متعلقه بالوعي، شايف جهود الدوله ازاي السنوات الاخيره في زياده وعي المراه كمان عن صحتها وصحه طفلها وجنينها من خلال الجهود اللي بتبذلها الوزاره وفي نفس الوقت القوافل الطبيه اللي موجوده في كل مكان في القرى وفي عندنا كمان المراكز زادت والقوافل اللي موجوده كمان في النجوع المختلفه في كل المحافظات اللي احنا يعني بنقول عليها اللي هي البعيده او النائيه. شفت هذه الجهود ازاي يا دكتور؟
والله حضرتك أثرت نقطة في منتهى الخطورة، لأن طبعا يعني الاهتمام بوعي المواطن ده يعني كل العالم بيهتم بيه، بل في بعض البلاد الأوروبية بيبدأ يتعامل مع يعني برامج، بيبدأ ينفذ برامج بيسموها برامج المحو الأمية الصحية، لأنه عارف أن هذه البرامج مردودها على مستوى طويل على مستوى بعيد بيبقى جيد على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الصحة وعلى عبء المرض والأشياء اللي شبه ذلك. عشان كده في مصر أعتقد أن احنا في الوقت الحالي مع لما بنقرا نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، أولا بنعرف أن احنا معانا أدوات نقدر نقيس بيها مستويات الوعي دي باستمرار وبانتظام، وبتقدر تعرفنا الناس واصلة لغاية فين. أولا لازم نعرف أن الوعي بالصحة الذاتية مهم جدا، أن أنا أكون عارف السيدة بالذات يعني لازم تكون عارفة الجهاز الإنجابي بتاعها ده بيشتغل إزاي وبيتحرك إزاي وإزاي تقدر يعني أنا لما بتكلم في تنظيم الأسرة الناس لازم تفهم أن أنا بتكلم وأنا بحافظ على الجهاز الإنجابي للأنثى، يعني مش لازم دايما تنظيم الأسرة يتم تداوله بين الناس إن هو لمجرد إن أنا أقلل العدد، لا أيوة. هو صحيح يا دكتور، صحة الأم علشان تقدر تاخد القرار السليم وتقدر تنجب عدد من الأطفال يناسب صحتها ويناسب إمكانيات الأسرة. الوعي بالبيئة من الحاجات المهمة، يعني احنا من المهم إن احنا نفهم إن الناس إزاي تحافظ على البيئة اللي هي عايشة فيها، يعني هناك ملفات متكاملة أعتقد كلها بتصب يعني اتجاه الوعي، وده بيفكرنا بالدور الإعلامي الخطير اللي بيلعبه التلفزيون والإذاعة وكل الأجهزة المرئية والسمع والمسموعة، اللي المفروض أنا بقى بقول لحضرتك يعني دي حتة من عندي كده دايما أنادي بيها، إن المفروض يبقى حق دستوري للإنسان المصري إن هو يعني يكون من السهل عليه ان هو يلاقي المعلومه اللي هو محتاجها، لابد ان تتاح له المعلومه من خلال جميع الاجهزه في اي وقت يحتاجه، ولابد ان يستمر البث التلفزيوني الخاص ببث الرسائل خصوصا لحضرتك يعني اشرت اليوم الفئات اللي بتبقى في مناطق بعيده وفي بعض الاحيان لا تسمع الا الراديو في المزارع وناس بسيطة ومحتاجة رسالة بسيطة على قدها، يعني احنا يعني الدولة مهتمية بالوعي فعلا برفع الوعي، ولكن طبعا محتاجين ان ده يكون من خلال تشريع، انا دي انا اللي بطالب بيها بصراحة، يعني ان نشر الوعي له نقول قنوات كثيرة، يعني هو التلفزيون والمدارس، حتى واحنا صغيرين كانت المدارس دايما الكراريس عليها دايما رسائل بتحاول بقدر الامكان تغير من سلوكنا الصحي. احنا كلنا اولا على لازم نعترف ان احنا كل ما بيزيد وعينا بالامور الصحيه كل ما النتائج الصحيه بتبقى اكتر، لان احنا برضو دلوقتي ما نقدرش نقول ان احنا يعني نقول وصلنا لاخر مطاف، لا هناك مؤشرات دوليه احنا بنستخدمها حتى دلوقتي عشان يقاس يعني نقول مستوى صحه الانسان المصري، ومنها واهمها اللي هو العمر المتوقع عند الميلاد للانسان المصري. احنا دلوقتي بنتكلم على دول زي كوريا مثلا واصله لغايه اكثر من 80 سنه في المتوسط بيعيشها الانسان، احنا من حوالي 72، ونتمنى يعني الوعي الصحي مع الخدمات الصحية كلها اشياء بتؤثر في تعزيز صحة الانسان المصري، هو بيزيد لان احنا كنا في الستين يعني كنا في حوالي يعني 68 قبل كده وزدنا، انما احنا محتاجين ان احنا يعني نحاول بقدر الامكان نشتغل على جميع البرامج بشكل متكامل، يعني في نفس الوقت إذا كانت المبادرات بتهتم بتعزيز الصحة وبالوقاية من المهم جدا أن احنا طبعا نوفر الخدمات العلاجية للجميع، وده دلوقتي أعتقد الإصلاح الصحي اللي بيتم دلوقتي في 6 محافظات والتأمين الصحي اللي بيتنفذ دلوقتي في المحافظات دي أعتقد أنه هو بادرة أمل لتوفير الخدمات الصحية نقول بالمجان للفئات الفقيرة
وبسعر رمزي للفئات القادرة. يعني أتمنى يعني إن شاء الله الأمور الجاية والنتائج الجاية تبقى أحسن وأفضل للشعب المصري. شكرا لك يا دكتور عاطف يعني على يعني هذه المشاركة بالمعلومات الوفيرة. معنا دكتور عاطف الشتاني استشاري الصحة الإنجابية والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان. يا فندم شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام كنا نتحدث معكم عن المبادرات الرئاسية الصحية اللي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية وأهميتها، واللي ساعدت في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة خاصة الأمراض عالية الخطورة، وكمان ساهمت بشكل كبير جدا في زيادة فرص العلاج ارتفاع نسب الشفاء. علشان كده الدولة كان ليها جهود واضحة في هذا الإطار من خلال إطلاق هذه المبادرات وإطلاقها كمان يعني بشكل دوري لحماية حياة الأشخاص من الوصول لمراحل خطيرة من الأمراض دون علمهم، بالإضافة كمان لدورها في رسم خريطة صحية بمختلف الأمراض. نتحدث بشكل أكبر عن المبادرات الصحية الرئاسية الصحية مع دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. برحب بك يا دكتور. يعني الجهود اللي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال المبادرات الصحية المتعلقة بالأطفال والمرأة والإنسان بشكل عام، الوقاية، زيادة نسب الشفاء، وفكرة كمان أنه القوافل الطبية أصبحت دلوقتي موجودة تقريبا في كل مكان، البنية التحتية الصحية وتطويرها خلال السنوات الماضية، كل ده يا فندم شايفه إزاي؟ والله يا فندم في البدايه طبعا احنا اكيد حاسين خلال السنوات اللي فاتت بتطور كبير جدا في الخدمات الصحيه المقدمه وفي قربها من المواطنين. يعني دلوقتي ما عادش المواطن محتاج ان هو يروح المسافات البعيده للمستشفيات المركزيه وما الى ذلك. طبعا احنا فخورين جدا ان الصحه على راس اولويات فخامه الرئيس، وهو دايما يقول كده ودايما يقول ان هو مهتم بالصحه جدا. ويمكن احنا زي ما حضرتك ذكرتي اعاده تجهيز البنيه التحتيه للمستشفيات والوحدات الرعايه الاوليه وانتشارها. النهارده بنتكلم مع مبادره حياه كريمه على انشاء وتجديد 5500 وحده رعايه اوليه على مستوى الجمهوريه. دي طبعا كده هتغطي كل القرى وهتغطي كل الاماكن اللي فيها التجمعات السكنيه، مش بس كده كمان دي بتقدم لحد 70% من الخدمات اللي المواطن محتاجها كرعايه طبيه، بحيث ان اللي يحتاج يروح دلوقتي للمستشفى المركزي او مستشفى متخصص فقط 30% من المرضى. ده حتى في بعض الوحدات مجهزه لاستقبال حالات الطوارئ وفيها اجهزه اشعه، واللي احتياجاته كمان بقت بتقدم زيارات منزليه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. ده كان من ناحيه، من ناحيه ثانيه طبعا زياده تجهيز المستشفيات بالاجهزه الحديثه. احنا تقريبا دلوقتي ما فيش اجهزه في العالم حديثه مش موجوده عندنا، مش موجود منها واحد او اثنين. ويمكن احنا شفنا دلوقتي بقينا احنا المدخل بتاع افريقيا كمان للشركات العالميه، سواء شركات الاجهزه او شركات الادويه، بحيث ان احنا نبقى احنا دايما سباقين بدورنا للتطوير الطبي. دي من ناحيه، من ناحيه ثانيه طبعا تطوير في النظام الاداري للمنشات الطبيه والمستشفيات، وادخال التكنولوجيا المعلومات الطبيه طبعا سهلت حاجات كتير جدا. ممكن دي من الحاجات اللي ساعدت في مبادره انهاء قائم الانتظار
انه بمجرد دلوقتي ما المواطن بيقدم التقارير بتاعته عن طبعا الاطباء المتخصصين على طول بيبدا يتوزع على شبكه المستشفيات المتخصصه الموجوده وبيتوجه على اقرب مستشفى، وده اللي خلى المريض بدل ما يستنى بالشهور، وده اللي بيشوفه في العالم كله بقى خلال اسبوعين او ثلاثه بكتير قوي بيكون عمل اجراء. وهتكلم عن الاجراءات دي، مش بنتكلم على بس الحاجات الصغيره، لا بنتكلم على حاجات كبيره زي الخطوات القلبيه وزراعه الاعضاء والعمليات اللي محتاجه مهارات زي جراحات المخ والاعصاب وما الى ذلك. طبعا في تغيير كبير في نظام الصحه وفي قربها كمان من المواطن. طيب لو جينا يا فندم اتكلمنا على الوعي الصحي وجهود اللي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لزيادة الوعي عند المواطنين ببعض الأمراض الغير السارية، وفي نفس الوقت فيروس سي، يعني دولة بذلت جهود كبيرة جدا علشان نقدر نحن نقضي على هذا الفيروس. احنا طبعا لو حضرتك كنت اول ما تقولي فيروس سي لازم حضرتك تفتكر المعاناه اللي كنا بنعانيها قبل كده فيروس سي، واحنا كنا مقتنعين ان دي حاجه هتعيش معانا على طول. صحيح. في مصر ما خسرش حد من الناس اللي بيحبوهم بسبب فيروس سي، مشكله كبيره جدا. يمكن احنا كنا اعلى دوله زي ما سعادتك ذكرت قبل كده في فيروس سي، كنا بنتكلم في الابحاث الموجوده لحد 20% من المواطنين بيعانوا من فيروس سي. النهارده في اخر ارقام طلعت اقل من 1%، ودي اقل نسبه في مصر دلوقتي لفيروس سي. ويمكن خلاص منظمة الصحة العالمية هتعلن مصر دولة خالية من فيروس سي، في إنجاز يعني العالم كله بيشهد بيه وحاجة نفتخر بيها جدا جدا جدا. يمكن لو قعدنا نتكلم على فيروس سي بالأيام مش هنخلص حاجة. إحنا حتى لما بنروح المؤتمرات العالمية لازم يسألونا عن تجربة مصر في قضاء على فيروس سي، والنهاردة إحنا بنتعاون كمان مع دول أفريقيا في إن إحنا نساعدهم في التخلص من المرض ده. طبعا معانا منظمة الصحة العالمية ومتواجدين في أكثر من دولة دلوقتي. ده بالنسبة للفيروس سي وبالنسبة للحاجات اللي احنا بنتبسط لما بنقولها وبنفتخر جدا. صحيح يا دكتور. يعني صحة المرأة والصحة الإنجابية والأطفال. أول حاجة لو احنا جينا نتكلم على جزئية التوعية، احنا جينا نتكلم دلوقتي في 100 يوم صحة، المبادرة اللي موجودة بقوة شديدة على مستوى الجمهورية، بيتكلم ان احنا عدينا النهارده 18 مليون خدمة مقدمة. أهم ركيزة فيها هي ركيزة التوعية، التوعية بالحياة السليمة، بالصحة العامة، بالصحة الإنجابية. دلوقتي رائدات الفتيات بتستغل وجود المبادرة دي وبتتكلم مع الناس. احنا بنقول ايه؟ احنا لما بنعلم الأم سيدة هي دي كفيلة ان هي تغير مسار حياة بيتها كله. ده رقم واحد من ناحية التوعية، من ناحية الكشف مبكر عن الأمراض وإمتى نعرف إن إحنا لازم نروح للدكتور أو لازم نروح نكشف. دي كانت مهمة جدا، مهمة جدا كمان إن إحنا لما نكشف مبكرا عن الأمراض دي وعن الأورام دي بنقدر بسهولة جدا إن إحنا نعالجها ونتخلص منها بإجراءات بسيطة أو بعلاجات بسيطة جدا قبل ما تتفاقم القصة وتخش في مراحل متأخرة من المرض. ساعتها بيحتاج المريض طبعا للجراحات المعقدة والعلاجات الكيماوية والإشعاعية والحاجات اللي هي ما بنحبهاش قوي أو بيبقى دايما قلقانين منها. بالنسبة للأطفال، احنا دلوقتي الأطفال يعني خلينا نقول من أول ما بيتولد بقى دلوقتي في مبادرة الكشف، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام الأمراض الوراثية. مجرد ما البيبي بيتولد على طول بيتاخد عينة من كعبه وبيتم تحليل كل الأمراض الوراثية الشائعة، وعلى طول أول ما بيطلع إن حد عنده الشكل بتاع المرض ده بيتوجه على طول للمراكز المتخصصة المستشفى على مستوى الجمهورية، وبيتعمل له فحوصات أكثر دقة وأكثر تخصص، فحوصات قوية جدا وحديثة جدا بحيث إنه على طول ياخد الرعاية اللازمة والبيت عنده ياخد الرعاية اللازمة، ودي حاجة هتقلل كتير قوي من الإعاقات أو من ذوي الإعاقات الخاصة في الفترة اللي جاية. بعد كده لما الطالب بيبدأ يروح المدرسة على طول بيبدأ يتعمل له مبادرة السمنة والتخزم والأنيميا، ويتشاف على طول أكله عامل إزاي، لو محتاج أي مكملات زيادة بحيث إنه يتحسن، لو عنده أي مشكلة في النظر بيتعمل له نظارة على طول، لو في مشكلة في السمع بيبدأ علاجها من الأول. بعد كده دلوقتي كمان بقينا احنا كنا بدأنا الفيروس سي كان الناس اللي بنحلهم أول 18 سنة، طب الناس اللي كانوا أبناء لأمهات عندهم فيروس سي دلوقتي بيتعمل لهم فحوصات دورية عشان يتأكدوا إنه ما عندهمش أي فيروسات كبدية، ولو موجودة ياخدوا العلاج اللازم. الطالب يمكن كل حاجة ممكن تساعده إن هو يبقى بصحة جيدة، يبقى منتج ومركز. ده طبعا حاجة إن شاء الله إن شاء الله يعني هترفع
مستوى اداء الطلبه بتوعنا كلها ويحسنوا مستقبل كل الشعب. والقضاء على قوائم الانتظار دكتور محمد وزياده نسب الشفاء دي كمان من الانجازات اللي تمت خلال السنوات اللي فاتت. ده انجاز كبير جدا. احنا دلوقتي لو بنتفرج على اكبر الدول على مستوى العالم في اوروبا وفي امريكا وكده هنلاقي ان في ناس محتاجين بعض الاجراءات او الجراحات بيتاخروا بالست شهور ممكن حتى يوصل لسنه. النهارده احنا اتفقنا رئيس وعدنا قال ما فيش اسبوعين ثلاثه اي حد محتاج اي اجراء على طول هيتم توجيهه للمستشفى المتخصص وهيعمل الاجراء بتاعه على طول. مجرد منظومه المعموله دلوقتي كلها طبعا منظومه رقميه بتضم كل المستشفيات المتخصصه على مستوى الجمهوريه. مجرد ما المريض بيتحط على قائمه احدى العمليات الجراحيه بيتم توجيهه مباشره على المستشفى المتخصصه، يروح هناك يبقى البلاست بتاعه موجود وكل التاريخ المرضي بتاعه موجود، ما يتعطلش خالص، يخش يعمل الاجراء بتاعه. مجرد ما بيعمل الاجراء او الجراحه المطلوبه بيتحول على المستشفى اقرب مستشفى ليه علشان يتابعوا الحاله بتاعته ويسكتوا له العلاج ويتحط على قوائم المتابعه للمستشفى دي. يمكن احنا النهارده بنتكلم على اكثر من 12 مليون استفاد من مبادره انهاء قوائم الانتظار، ودي من الانجازات طبعا اللي بنتخذ بيها انجازات كبيره جدا جدا. شكرا ليك دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. من ضمن المبادرات الصحية الرئاسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة كانت مبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2019 واللي قدمت خدمات الفحص السمعي لأربعة مليون وتمنمية واحد وخمسين ألف طفل. وده الحقيقة جه في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة اللي بيستهدف حصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة باتباع أحدث الأساليب أساليب العلاج، واللي طبعا هينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة. هنتكلم أكتر عن أهمية هذه المبادرة الخاصة طبعا بصحة الأطفال، وكمان المبادرات الخاصة بطلاب المدارس زي كده الكشف المبكر عن السمنة التقزم الأنيميا، مع دكتور محمد صلاح استشاري طب الأطفال. دكتور محمد برحب بحضرتك، ولو تكلمنا عن هذه الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وأيضا المبادرات المتعلقة بالأطفال وأطفال المدارس، السمنة، التقزم، علاج فقدان السمع وما إلى ذلك. يعني احنا عندنا مبادرة أول حاجة التحليل الغدة الدرقية، دلوقتي ما بقاش تحليل الغدة الدرقية بس، بقى بيكشف عن حوالي 7 أو 8 أنواع من أمراض سوء التمثيل الغذائي. دي من الحاجات لما بتكتشف بدري بتقل مضاعفاتها جدا وتتحول لمرض يعالج مش مرض لا علاج له. يعني طبعا امراض التمثيل الغذائي من الحاجات اللي لو اثرت على خلايا المخ وخلايا المخ من الحاجات اللي هي لو حصلت عليها تاثر ما بيحصلهاش ريجينريشن او تجديد مره ثانيه. فدي من الحاجات المهمه برضه عشان الناس فاكره كل التحليل دوت ان هو تحليل الغده الدرقيه او قصور هرمون الغده الدرقيه اللي بيحصل في بعض الاطفال، واللي برضه طبعا من الحاجات المهمه، بس قصدي الموضوع بقى اوسع كده واشمل بيشمل عده امراض. دي نمرة واحد. نمرة اثنين موضوع
اللي بنستهين بيه وهو انيميا نقص الحديد. من التحليل البسيط دوت انا عايز اقول لك انه 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 من 40 ل 60% من الاطفال في سن المدرسه بيصابوا بانيميا نقص الحديد. مش كده وبس، ان انيميا نقص الحديد من الحاجات اللي لو الطفل اصيب بيها في اول سنتين ثلاثه من عمره فهو بيفقد حوالي 15% من الاي كيو بتاعه او من مستوى الذكاء بتاعه. فاذا هي حاجه خطر وحاجه مهمه للاطفال وحاجه مهمه للطفل، مش هو صغير، لا ده في المستقبل وفي المضاع. طيب بشكل اتفضل يا فندم. طبعا المبادره الثانيه وهي التقزم. موضوع التقزم دوت برضو يعني من الحاجات يعني البسيطه خالص، هو مجرد ان احنا هنقيس الطول، هنقارن الطول بالوزن، هنقيس الوزن، نشوف السمنه، نشوف التقزم. الحاجات دي رغم بساطتها بس بتكشف امراض كتير جدا. هل سبب التقزم ده تقزم مرضي؟ هل سبب التقزم ده سبب هرموني، سبب وراثي، وهكذا. نفس القصه في موضوع الوزن، الوزن الزائد، هل هو تغذيه فقط ام هي مشكله هرمونات ام هي مشكله بعض الامراض الوراثيه؟ فاذا الميجرمنت او المقاييس البسيطه لما بتتعمل على سكيل واسع وعلى مساحه كبيره من الاشخاص نقدر نلقط فيها كدكتور يبدا يتحول للتخصص بتاعه. لما بيتلقط الطفل وزنه زايد قوي او وزنه اقصر على منحنى النمو ووزنه او طوله اقل من المفروض الطبيعي في سنه، نبدا نعمل دوت في فحوصات بتاعه، بعمل المسح دوت على مساحه كبيره من الناس. طبعا بيخلينا نلقط حالات كتير جدا بقى سهل حلها في سن صغير. طب بشكل عام بقى، التطوير اللي قامت به الدولة خلال الفترة الأخيرة في زيادة المراكز الصحية، البنية التحتية الصحية، القضاء على قوائم الانتظار، كل هذه الجهود شايفها ازاي يا فندم؟ والله بس طبعا هو هي الفكرة طبعا ان احنا يعني العدد الكبير من الحالات بدأ يبقى في نوع من انواع الخدمة. لما بقى في المراكز الصحية بعض الخدمات اللي اضيفت، بعض الادويه اللي كانت موجوده بقت موجوده في المراكز الصحيه البعيده عن الاماكن المركزيه، بدا يقل الضغط على المستشفيات الكبيره، بحيث انه يبقى، لان كان الموضوع يعني المركز الصحي بالنسبه له ده مجرد حاجه ايه ما بيستفدش منها لا بالفحص ولا بالتحاليل ولا بالفحص الطبي اللي ممكن يكشف حاله او ممكن يحول حاله لطبيب مختص جراحي او طبيب مسالك دوليه او طبيب اعصاب. كل دوت لما بقى في خدمه موجوده بشكل كويس في الاماكن البعيده بدا دوت يفلتر الحالات بشكل ايه يدي خدمه افضل لل ايه اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه يا دكتور علشان نطور من الخدمه الصحيه بشكل اكبر، يكون فيه يعني جوده اكتر؟ والله انا شايف انه رفع الثقافه الطبيه عند الناس وعند الجماهير كلها، رفع الثقافه الطبيه وانه ناخد المعلومات الطبيه من الاماكن الموثوق منها. ان انا ما بصدقش حلقه البذخ الكبير صحيح او في السوشيال ميديا، ان انا كل حاجه اصدقها، لا، ان انا اخد معلومتي او خبري من الاماكن الموثوق فيها او الحاجات الرسميه. عشان فكره الهلع والرعب، يعني مثلا لسه من كام يوم اسبوع كده ده في انتشار مش عارف للالتهاب السحائي، ما فيش حاله اصلا، والتهاب السحائي موجود على مدار العام، ما فيش وباء، ما فيش او تريك، يعني في مش منتشر في مكان معين، يعني لذلك حد بيخطط الخبر و كله يشير وشير بدون التحقق، ده دي يعني مشكله كبيره جدا. عشان كده نفسنا الثقافه الطبيه تبقى اعلى من كده، ده هيفرق كتير مع الوعي الصحي بشكل اكبر. بالضبط. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح استشاري طب الاطفال على كل هذه المعلومات. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنت مع حضراتكم أنا كروت زهران، والشكر دائما موصول من فريق العمل، ابقوا دائما برفقتنا وإلى اللقاء.